قد صلحنا بس خاصات الهند بس ان هذه عامه بينهن هذا مش او هذه من باب استعينوا على قضاء حوائجهم. ايوه احسن. أيوة. بس اذا شفتهن يعني في خطرها شيء ولا هذا يا سلام قمت هيجن عندهن وزانت الامور الحمد لله. يخليهن بفضل لبيه يا مهجتي وش وديت تقولي ترى يقراهنا لا شاء رهيا بعد روحي ترى يقراهنا لا شاء رهيا بعد روحي أنا في داي بعرض يطولي يا روح روحي دوا يوبال سام جروحي يا روح روحي دوا يوبال سام جروحي القلب ملكي تبوا استصولي يجولي مشتاق لتسمعي نضحك ومزوحي مشتاق لتسمعي نضحك ومزوحي مشتاق لتسمعي نضحك ومزوحي. ابو حاتم شوف انسان هذا شغلك. ايوه فهنيئا لك. اي والله والله هنيئا لك. غزل حلال غزل حلال. اي بالله شوف خيركم خيركم. اي اكيد. لا شوفوا اما التلطف بالكلام وبالشعر وبالهجيني وبأي أسلوب من الأساليب الجميلة اللي يتلطف بها الرجل لزوجته نعم تراه مأجور عليها عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. نعم. وكذلك المرأة اللي تتلطف لزوجها بالكلام الزين الشيء اللي زعله واخري عنه. صحيح. الشيء اللي ضيق صدره قولي عنه كذا. نعم. شفتي منه زلة صدي حاول ما شفتي شيء. مو بكل صغيرة وكبيرة بتدقق عليها لا دوروا الزين.